أين متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس صافي إلى بعض الغيوم المتفرقة من النوع العالي بدون فعالية 23 درجة مئوية، متوقع الملموسة 22، الرطوبة 34% والرياح خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد الخميس. المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، إربد تسجل 33 إلى 23، المفرق 35 إلى 21، الجرش 33 إلى 23، أما عجلون 30 إلى 22. المنطقة الوسطى، البلقاء 34 إلى 24، عمان 33 إلى 23، الزرقاء 35 إلى 22، مأدبة 34 إلى 20، أما البحر الميت 39 إلى 26. المنطقة الجنوبية غيوم متفرقة أيضا، الكرك 31 إلى 22، الطفيلة 30 إلى 21، الشوبك 29 إلى 20، معان 32 إلى 19، أما العقبة 38 إلى 27. المنطقة الشرقية أيضا أجواء حارة، الأزرق 38 إلى 24، الصفاوي 37 إلى 21، أما الرويشد 36 إلى 20. إلى اللقاء.